محمد، اولا الف تحيه على اللي احنا شفناه النهارده في مشروع غرب المنيا، مزرعه وزاره الزراعه. نجاح ساحق في زراعه البنجر، نجاح كبير جدا في زراعه الشعير، تجارب في القمح اكثر من هايله الدكتور حكى لنا عليها. خليني اسال حضرتك على التكليف اللي جانا من رئيس الجمهوريه لوزاره الزراعه بزراعه ال 20,000 فدان. ما حسيناش بالقلق، احنا ناس بتوع ابحاث، احنا مالنا مال الزراعه. فكرنا بدأ إزاي في إدارة 20,000 فدان وهي ليست مساحة بسيطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تكليف سيادة رئيس الجمهورية بيبقى تحدي، وتحدي الثقة لازم تبقى في مكانها بالنسبة لوزارة الزراعة، لأنك أنت اللي هتجاوب على كل سؤال وكل استفسار بيقول في خاطر أي حد من الناس اللي مستعدة للانتفاع بالمنطقة، يبقى أنت هنا بيت الخبرة. طبعا الجميع بيحب يجرب في وزارة الزراعة الأول، معلش اسمح لي، يعني يحب يجرب في وزارة. ولذلك لما بدأنا 20,000 فدان، والحقيقة برضو خلينا يعني نرجع الفضل لأهله، يعني معالي وزير الزراعة الأستاذ دكتور عز الدين أبو الست، الحقيقة منذ تكليف وحقيبة وزارة الزراعة والراجل بدأ ودعا كل المعنيين وكل من يمكن أن يساهم بفكر أيا كان درجة المساهمة في الفكر، وجه زار المشروع في البداية وجاب كل الناس المعنيين بالزراعة وغير الزراعة والجهات الرقابية للمشروع منذ البداية، وكل واحد بدأ يدلو بدلو في الفكر. وكنا كلنا الحقيقة جبت فلوس منين يا دكتور لكل الكلام ده؟ هجز رأي محوري وحفر عبار وزراعة ومعدات. ما هو احنا يعني اللي مكلفنا فخامة رئيس الجمهورية، فلازم كله يدلو بدلوه. ليه؟ لأن تكليف الرئيس ثقة لنا، ثقة كبيرة ودفعة كبيرة، واحنا لازم نبقى محل الثقة.